تواصل معنا على الرقم 71 113 ألف للمكالمة الهاتفية الموالية. له مساء الخير. ألو ألو، مساء ألو، الخير، عسلامة عسلامة لله، عسلامة، أنا باسر مرحبا بيك. اسم أختي. درسار. مرحبا بيك يا درصاف. قداش عمرك؟ وبيك 24. 24 سنة. مرحبا بيك لله، شو مسهرك معانا الليلة وشنو هو اللي مقلق أختي؟ يلا. أنا طلبتكم من البارحة وديما بركة معناها وين تعديت الكل. مرحبا بيك يا لله، قولي شبي أختي. أنا عندي حكاية مش على اللي صارت لي، من نحب نعطيها اكزامبل للعباد. بيان سور، مالا مالا، علاش هوني يعني؟ عايشك. أنا عمري 24 سنة، عندي أونتيكاب صغيرة. عمرك 24 سنة، عندك إعاقة صغيرة. الإعاقة الإعاقة فاش تتمثل سامحني؟ هي الجراف تظهر في ساقي، أما يدي هي فما في يدي أما مش ظاهرة معناها. في ديك وفي ساقيك؟ إي. شنو هو الحالة اش تتسمى؟ انكماش عضلي ولا عظمي؟ لا استنى نفسر لك، هي المامو شطري اللي صار الكل. إي. ما تظهرش جملة، تظهر شوية في ساقيك. إيجا نقولك، إيجا نقولك شوية بركة. شو تخفيف الحالة ولا تضخيمها ما يعني حتى شيء قدام الحالة بيدها. أنت تمشي بالقدا معناتها وإلا فما مشكلة؟ لا نمشي بالقدا. ويديك تحركها بالقدا وإلا لا؟ نخدم بها. إيه نخدم بها بروبليم. دونك ما فماش مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. علاش سمي فيها إعاقة هذه؟ لا نقولوا قصور احنا. صحيت. نقولوا قصور في اليد وفي الساق. أحيان. غير ظاهر للعيان. فوالا. لا لا شويه تتركز معناها، كي تركز معايا فهمتك. اي فوالا. لا لا حكايه اريد كي دققت معاك باش نفهم دو كوا يسجي. اسكو اعاقه ظاهره؟ لانه الموضوع يختلف. واذا كان فما قصور بدني في حاجه معينه، خطر الانعكاسات نتاعو زاده مختلفه. الوغ كو احنا باش نحكيو سوكي باري موضوعك هو على المشكله هذه. اي هي 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 المشكله هذه. اوكي تفضل. اما نخدم الحمد لله. ليش صارت لك؟ كيفاش صارت لك الحكايه؟ قص على مخي الاكسجين في الولاده مده دقيقتي. فوالا. لمده دقيقتي معناها. اي لازم تعمل إفيه في البدن، لازمها تعمل إفيه. لازم يا اونديكاب معناها كوم الفو معناها شاطري اللي صار يموت جمله. فوالا. يا هكايه يا نموت. لطف عليك، لطف عليك، هاك لاباس. الحمد لله يا ربي جاتني بأخف الأضرار بالقدام يعني. الحمد لله على الآخر معني. بعديك من الأول تعقدت منها، كنت صغيرة خاطر مع صغار وكل، من بعديك قومت لاباس، نخدم نجري نلعب سبور، كل شيء نعمله مع إنسان عادي بأتم معنى الكلمة. الحمد لله على الآخر. كبرت كمان شلت زمانيك، وبعديك ما وفقنيش ربي في الخراي، كل خرجت عملت فورماسيون ومن طون دبرت خدمة في معمل. أيوة. نخدم وكل شيء ونقرأ كمان في الفورماسيون تاعي. صافا الحمد لله. من نظرة العبيد فما نظرة مخيبها، توا ما نعرفش يعرضوك في الشارع يا حليلتك أم خسارة ساقيك يا لطيف. أي. هي هو يهزكم كويس لك في المورال، اما هذيك توجع راكي واحد يوصل يوقفك في الشارع ويقول لك شبيها ساقك لاباس، هذيك راهي السؤال هذاك يوجع معناها خايب. بالك طيبه. شو هو مش انت متعديه وراه حاجه ما تطراش برشا باش يقول لك شبيها ساقك لاباس، الا ما يكون انسان يعرفك. لا سامحني حتى تبدا ما نعرفش حتى في بالك سخايلك تعثرت ولا حاجه باش يعاونك. لا اسمع صحيت. أكيد. ما تبنيش ما تقلقش هكايا، خاطر النيه لهنا طيبه واحنا لهنا نسبقوا النيه الطيبه على النيه الخايبه بصراحه. انا هك اما دي كل ديما تتعاود، كل ديما تتعاود راهي خايبه، راهي توجع، راهي بالحق توجع. ما انا تجاوزتها، كنت قبل نبكي وكنت كي كنت صغيره نبكي وعلاش انا ديما هكا ودرا شنو. بعد كي مشيت للطبيب قال لي اختار ما بين ثلاثة حالات هذوما، اختار يعني يا تموت يا تقعد في كرسي. الحمد لله ربي. قول انا نقول الحمد لله ربي باش. قلت قعدت بيني وبين روحي قلت الحمد لله، نعم كل بنات نلبس نخرج نعمل كل شيء معناها ما عنديش مشكله. فهمت الحمد لله. ما قلقتنيش الحكي، ما لعبت ما ترحمتش. كيفاش؟ العباد ما ترحمكش، العباد بالحق ما ترحمش. شوف في جنقلك كلمة خايبة هي الأولى. العباد فما ناس تستحق الاهتمام واحد يهتم بها، والناس اللي تتمقصص وتتمقهر وكذا واحد يتجوزهم خير، واحد يقول الحمد لله يا ربي.
الو نعرف حمد لله، نعرف هذه ديما نقولها الحمد لله وكل شيء، اما توجع رايت مع بين ما ترحم بالحق ما ترحمش، انا ما بتعديت هالمرحله ديك وصفا صفا لبس كل بعديك تعرفت معني على شكون و كما نقولها صفا اي عامين جاوي بيه على الاخر وكل، مي قعدنا عامين قعدنا عامين وبعديك سوا كشفني انا تقلقت من دارنا اي وقال لي تنقل من داركم دارنا ونشوف حل معناها اي قلت له انا عمرك هذيك انا ما طلبتش منك انا ما طلبتش منك معناها باش تكلمهم انت تحب تشوف الحل هذا ليه باش يكلمهم على شنو الساعه بشوي يكلمهم علي بالطبيعة شنو ما يلزم يكلمهم عليك أخي بشيخذك ولا بشيخطبك ما يلزم يكلم عليك أي أنا ما طلب أنا ما طلبتش منه هذا ماني سامحني حكيته في خطبة وعرس ولا ما حكيتوش ما أنا ما حكيت إيه هو قدم الخطوة أكثر منك السيد هذا يحب يأخذك هكا ولا أقل وحدك أي أي هو يلزم يشاور داره مش هو حر يلزم يشاور داره أي قلت له امورك انا يساعدني انا هكا انا ينقص علي الضغط في الدار انا ما نضغطش عليك معناها خاطر ما نضغطش عليك وكا انت حر هنا انا ما نضغطش اي مش يحكي لهم الكل كي وحكي لهم قال لهم راهي عندها معناها عندي كاب في ساقيها اي قال لهم عندها عندي كاب في ساقيها وكل اي قلت له لا لا شكون اللي قال لك؟ أمه لا على هراتك هي شافتك هي هو حكي لها ما راتنيش جملة قالت له لا جملة. إيش قال لك الوليد ما قاليش لا شنو اللي قال لك بعد حط قدام الأمر اللي إيش قال لك مرة كأسامي فهم مرة إحنا ما بعدنا ونقص تليفوني أي يا أخي النمر ما نعرفه شو ريته لو كنت تعرف النمر هذا أي قلت وين شو زعما شفهم لباس أي قال لي كلها نهز عليها بكسي باش تقول لك حكايه ونعرف هو باش في بالو باش تقول باش حابه تتعرف عليه اكثر وكل واضح هي فهمتك حسيت مع سلمة الطالب باش وكل لاباس الحمد لله قالت لي انت دورها هنا هي قلت لها قالت لي اسمعني عايش بنتي باش نجيك من الاخر قلت لها تفضل قالت لي اما نعيشك ابعد لي على ولدي راه ولدي ماهوش تاع ماخذه راه ولدي قاري بخدمته مش تاع ماخذه وانت ولدي راه مش باش يعانيك راهو هاري فرا في تايش قالت اي في تايش قالت ولدي تو كلام هذا ما يتقالش هذا كلام ما يتقالش هذا عيب داير عيب واحد باش يقول كلام كيما هكا تذمت عيب هذا كلام يحشم صحيت اما جاتني رياكسيو ديريكت ماني كي قالت لي الكلمه هذيك قلت لها مالا تاتا ها ولدك معايا بجنبي هو تاو تفضل كلم ولدك قول له رد عليا فوالا احسن ما عملت كلم مامو في ما يجيش وتاكي راح نحكي ودرا شنو اي خلينا نتغشش شوي قلت له نلقى حل وكل شيء بعديك قعدنا بعد ما تحسوا بدا يبعد خاطر احنا قعدنا عامين نقول لك انهار في الاخر اسمع كلام امه معناتها بالاخر زيد قال لي دري سامحني انا مانيش مستعد نخسر حتى شيء مش مستعد نخسر خدمتي خاطر هي قالت له تحب اخوها تفتح الكهرباء تحطها مع الطاوله الدار اللي جبت اخوها تحط تفتحها عده على الطاوله خدمتك اللي دبرتني تخرج منها تحمل مسؤوليتك يا والله حويل يعني الولد توا بطلت انت وياه بطلنا ايه هذا كل على خاطر عنده قصور في اليد وفي السقي ايه اما كي تشوفني شو برا كي نشوفك علاش انت مركز على كي نشوفك يا سيدي شفت عندك مشكله في سقيك شنو هي المشكله ما تكبرهاش في مخك يهديك لا ما كبرت انا ما كبرتهاش ما يزمكش تحس اي كملي تنقل بعدك قعدنا ما احتحركنا وكل وصلت 100 كيلو معناها اقع به برا اوكي برا عيش حياتك ورجل امورك المهم اقعد معايا معناها اقعد مع خاطر انا قلت لك عامين ما بعدش علي جمله اي ما قليلة انت لا ما نقعدش معاك ما انت ما تستحقش معناها اني انا نضرك ولا نعملك حاجه خايبه اي انت ما جيت ما خيبه الدنيا شكون بحذاك يا بنتي شكون تحكي
ماني نخدم عندي حانوت خاطر. ايه انت في الحانوت وتسربي في الحانوت يعجبكش تحكي معايا كيفاش؟ نخدم عندي حانوت. حانوت عطار وصفا سمار في الخدمة. اي صفا الحمد وترجع في الفلوس وتحكي معايا ومركزة تبارك الله عليك. اي يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة، عندك حانوت عطرية وتخدم على روحك وتصور بالكدا ولا؟ نعم تصور بالكدا ولا؟ الحمد لله. فما فلوس؟ صافا الحمد لله. صافا هاي باهي اخدم على روحك، ما تنفعك كان خدمتك راهو ايش نقول لك؟ هذيك هذيك باش رجعت على روحي. ما تنفعك كان خدمتك والفرنك اللي في جيبك. سينو ما يشفع لك حد وما يعاونك حد. بيان سور. يعطيك الصحة. ومش الراجل اللي باش تاخذه راه، اي كمل لي. هذيك قليلة انت ما انت عملت معايا، هو عمل معايا كين الباهرة. جا في الاخر جا في الاخر وبلبصها، شنو عمل الباهرة؟ ما عملش ما كي نقول لك علاش انا لتوا ما كرهتوش. خاطرو ما وصلش نهار لكن نذكره بكيني ولا وجعني بكلمة راه. إيه ما في الاخر في الاخر بلبزها في الاخر اختصر كل شيء وعمل اللي حب عليه. انا ملوم انا الحقيقة ملوموش عادي. اه ملوموش خاطر انا في بلاكو نجم نخير دارنا. يا بنتي اسمع اخسر وفارق وقول ما الله راح. اش عاملة توا؟ قلت لك اخسر وفارق. الحمد لله صافا. وما تقلقش من الإعاقة اللي عندك. أنا أنا فما لا. وكان فما إعاقة هي إعاقة في الذهن، واحد في مخه تلقاه معاق. مش في بدن. اسمع أعرف الحمد لله الحمد بالحق الحمد لله خاطر برفني ليت أنا وحياتي وقفت معناها وقفت جت بريود بالحق وقفت نخضر للعبيد قاعدة تقدم أنا قاعدة نوخر بطلت خدمتي في الدار مشيت مع الدار. تقدم يا لله وقت اللي أنت تحب. وقت اللي أنت تحب. بعد قررت باش نقدم سي ما عاد سي 24 سنه واقفه لا خدمه لا حتى شيء. مازلت صغيره اون بلوس 24 مازلت صغيره صحيح. مازلت صغيره 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 لا تقف حياتك على راجل ولا تقف حياتك على مشكله. عيش حياتك كما انت وميتواليز وخليك اليز يا بنتي ما تكسرش راسك في الفارغ. ايش نقول لك؟ ما ينفعك هاني قلت لك كان جيبك وكان صحت بدنك الباقي كله كله فارغ. هذيك ذلك شو عملت انا هكا. انا قعدت بطاله كي نقول لك حانوتك قداش حليته بفلوسي الخاصه تضحك علي. قررت باش نحل حانوت ما خدش شيء بيان سور وتخدم على ب 20 دينار حليته بفلوسي الخاصه ب 20 الف قداش ولا تو هاي قر الحمد لله تويكا قداش الحمد لله تويكا تقول راس مالي 4 ملايين 4 ملايين 20 دينار ل 5 ملايين مش شويه الحمد لله لي الحمد لله وقفت على ساقية. اما نحب نقول للعبيد من قل لهم اللي تحب تخزروش من المظهر عاشروا العبيد ومن بعد حكموا خاطر بالحق راهي توجع اكزاكتوم يا لله عاشروا العبيد اي العبيد وشوفوهم وخلطوا مثالش حتى وكان عنده ديفو كان ديفو ما يتصلحش نتاع مشاكل ولا حاجه اخرى اما انه في بدنه ولا خط ولا تخزروا على جنب يا مسكين ما تقولهاش مسكين مادام ما مدش يديه دونك ماهوش مسكين ما وصلش مد يديه الله غالب هيك العقليه وهيك الناس كيفاش ترى بالنسبه لي انا ماهوش مسكين المرض ما اما فما ناس يراو اطرموا بيان سور نعم لانه ظهر لك حقيقه الناس انا هاريخر عند ربي هذيك باش تغفر لي بيان سور لا وتكشف حقيقة الناس كل واحد على حقيقته تكشفه هذا يا الراجل تصور روحك خذيته الحمد لله اللي نجم يتخلى عليك على خاطر أمه قالت له كلمة سامحني من لو كان جاي يحبك بالحق يتحدى الناس الكل مش يتحدى عليش على إعاقة صغيرة في ساقيك يعجبكش انا ديما نقول الحمد لله اللي ما خليتوش خاطر نهاري خلي نجم تقول له خليها ويجا خليها يعطيك الصحة اكزاكتومون يا لله يعطيك الصحة شكرا لك على المشاركة معنا تقريبا مضي ساعتين تاع الليل مع تحيات صديقنا محمد علي في الاخراج الليله نلتقي ان شاء الله نهار غدوه فوالا من نص الليل حتى مضي ساعتين في برنامج